وتوا معناها كنت معناها جي كومونسي ما بروبر انتربريز، حضرت في معهد الدفاع الأعلى على إدارة المشاريع الكبرى، وديك حاجة الحق فخورة بها. من أصغر المحاضرين في المعهد. أي من أصغر المحاضرين في معهد الدفاع الأعلى، وبربي بالمناسبة هذه حاب نوجه تحية معناها التلامذة اللي قروا عندي معناها اللي هم ضباط في مدرسة لاكان وفي معهد الدفاع الأعلى، وزاد للمؤسسة الأمنية ككل، لأنه يعني ديما الواحد كي يغزر ديما يحس روحه مقصر، كي قارن روحه بالتضحيات في سلم التضحيات والتضحيات تاع الأعضاء المؤسسة الأمنية العبادة على الترواحة معناها، دونك الواحد قد ما يحاول يعمل يتسمى شيء حتى شيء قدام الجندي وإلا الأمني اللي يستشهد من أجل راية الوطن. فيهم برشا شباب معناها عباد تعطي مقتبل العمر وما تعطي ذريتها معناها للوطن هذايا، دونك الواحد قد ما يعمل بشوي. ولف الحمدي في زيارة انتخابية أم ماذا؟ زيارة انتخابية لأن الحق عندي خدمة في فرنسا، ديما يعني الشركة نتاعي عندنا مشاريع في فرنسا، وكيما كي نقرب لفرنسا ديما نطلع على تونس، نجي نطلع على على عائلة نهارين ثلاثة. وعملية أنا مستقلة معناها من سياسيا مستقلة، مش معناها ما نفهمش في السياسة راه مستقل معناها ما عنديش انتماء حزبي، وكل التوانسة الكل نتبع، وكتوانسة اللي في الخارج راو في المجتمع نعيشه في البلدان هذية، أما في ديارنا رانا توانسة نتبعوا الوضع في تونس. تنسيش أنت أغلبية العائلات التونسية عندهم شكون عايش لبرا، ونتبع يعني واللي يصير في تونس والوضعية الاقتصادية متاع تونس راهي تأثر تأثر من برشا معنويا ماديا برشا برشا طرق معناها. دونك الوضعية الحق أنا انت ذكرت العمليه الانتخابيه معناها تو اللي صاير في الانتخابات، يعني الحق بعد النتائج نتاع الحمله نتاع الانتخابات الرئاسيه قلنا شفنا رسائل ايجابيه بعث بها الشعب التونسي للنخبه السياسيه وللسياسيين الكل معناها، قلنا والله يمكن الحمله التشريعيه باش تتطرق للرسائل اللي بعثهم التونسي من الانتخابات الرئاسيه، اما سي مالوريزمون سي با الكا. أو المشاكل الاقتصادية، مشاكل متعلقة بالتعليم، مشاكل متعلقة بالإصلاحات، الكل مش قاعد يتحكي فيهم معناها، يعني توها مازالوا نهارين على الانتخابات. أونون بارل با. كانت مفاجأة بالنسبة ليك النتائج اللي أفرزها صندوق الاقتراع يوم 15 سبتمبر، اليوم في تونس برشا محلين، برشا من نخب، برشا من الجامعيين يعتبروا أنه ما صار نهارتها كان بمثابة الزلزال السياسي. بون أنا من المنطلق نتاعي ديما ننظر للنتائج، نحب ديما نحاول نحب نفهمها، خاطر في نهايه المطاف هو شنو دور اي شخص يحب يعاون بلاده، ديما يحاول يفهم شنو هي الرسائل اللي بعثها الشعب التونسي. وراو الانتخابات في العالم، الانتخابات الرئاسيه في العالم الكل تبعث برسائل تتلعب على زوج ثلاثه محاور مهمين. تشوف انت مثال في امريكا، الانتخابات الاخرى تلعبت على محور الهجره، خاطر مؤثر في شريحه كبيره من الشعب الامريكي. كيف في تونس فما محاور خرجت عبر عليها الشعب، رسائل بعثها الشعب من الانتخابات الرئاسية. شنو هي المحاور هذه؟ نبدو بأول حاجة معناها بعث بها الشعب التونسي، اللي هو يحب يدخل حاجة اسمها ثقافة النتائج. شو معناها ثقافة النتائج؟ معناها اليوم كي طبقة سياسية مهما كانت التشكيلة متاعها تتقلد معناها مناصب قيادية وتقلب الحكم، فما نتائج تتحاسب عليهم من 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 معناها المنظور الانتخابي. وهنا والله هذه معناها خاطر سمعت برشا عباد يلوموا على الشعب التونسي وما يعطيناش فرصه ما يعطيناش فرصه، لا فماش حكايه فرص راه في السياسه دي، حتى نشوفوا في الكوره احنا انا توانسه ما نحبوا برشا الكوره. بربي جي انت يكيب مثال عريقه تعمل انتداب، تاخذ مدرب ومعاه الاطار نتاعه الاطار الفني وكل، المدرب يقول لها انا نوصلك للفينال، مثال باش نوصلك للفينال، يجي تلقى روحها في اخر السيزون تلعب على الطيح ديفيزيون 2، تعاود تجدد له العقد المدرب هذاك؟ تعاود تجدد له العقد ولا سي سيور؟ لا سي سيور لا، اكثر من هكاك كان تصير له تجديد للعقد تو تشوف الاحبات يبدو متغشين، يقول لك ما غير طبيعي كيف راه. ومش كان المدرب فيه الاشكاليه في المدرب بيده، حتى الاطار الفني بيده تير معاه. دونك لهنا راهو هذه ثقافه النتائج، يعني حاجه معناها اساسيه هذه بعث بها الشعب التونسي. الرساله الثانيه اللي بعث بها زاد الشعب التونسي اللي انا نشوفها في الانتخابات الرئاسيه
ونشوفها من النتائج معناها المتعلقة، أنه فما معناها الموضوع المتعلق الوضعية الاقتصادية. الوضعية الاقتصادية اللي توا للأسف، أنا مهني نخدم في المشاريع الكبرى ونحب نحكي عن المشاريع الكبرى، اليوم مشاكلنا ولت أعمق برشا من نستحقوا مشاريع كبرى. اليوم ولا المشكل مشكل معيشة. أنا نقول لك يعني تانم جاية من طبقة وسطى، معناها شو معناها الطبقة الوسطى اللي كبرت فيها أنايا شنية؟ يعني الأم والباب. بنت المصعد الاجتماعي في نهاية الأمر. أنا أسونسيون سوسيال بار ليدوكاسيون بار العمل وبار الإيمان بتاع الوالدين فيك ويصرفوا دم قلبهم عليك. معناها سي كوم سا باش ونمم بها هذيك السلم هذاك كيفاش ترتقي في السلم الاجتماعي من مهما كان البداية متاعك عندك فرصة الارتقاء. احنا اليوم السيستم تاعنا كي نقول لك شنو هو السيستم، هو السيستم انه ما عادش مخليك تعمل ما عادش مخليك ترتقي في السلم الاجتماعي كان انت مش من الاول فعند شكون يدفع فيك. شنو اليوم في تونس راهو يعني عندنا سيستم اللي كل وين تزيد تقدم في القرايه كل وين تزيد حظوظك باش تدخل باش تدخل تنقص، تقرا اكثر تخلص اقل في تونس. سي غاف، معناها السيستم راسا على عقب. يعني وهنا علاش لازمنا نمط اقتصادي جديد، وهذه بعث بها تونسي راهو في الانتخابات الرئاسيه بعث رساله اللي راني توا عندي اشكال نتاع معيشه، والمعيشه ما تمسش كان الفقراء والزويبله، راهو تمس يعني طبقه وسطى. نحكي لك مثلا انا كبرت فيها قبل ما نعرفش اليوم حتى القاضي وحتى الاستاذ الجامعي ولا يتشك والمدير ولا ما معش يخلط داير هما والله يقول لك قبل مثال كي تبدا الامور كبسه شوي نطيبوا كسكسي ولا مقرونه ولا اخترنا من مقرونه تاع المقرونه ولا تمسيس طيب كسكسي مثال بالدجاج فهمتني اليوم لوكس ما عادش تخلط عليه هذايا تبقى وسطى دونك لهنا كونسبوز لا فري كيستيون راهو الميساج يبعثوا به المشكل هذايا نتاع المعيشه والطبقه الوسطى ما عادش مشكل جزء معين متوانسه ولا 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 فئه معينه نتاع فقراء هو مشكل يمس طبقه وسطى كامله تقلصت من 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 جميع النواحي وما عادش لاقيه معناها كيفاش باش تخرج منها ولهنا بربي نحب نعرج بالنسبه للسياسيين للحزب نرجعوا نحكيوا على السياسيين ألفة الحامدي الخبيره في اداره المشاريع الكبرى تحدثت على رسائل ايجابيه بعثها الشعب التونسي للنخبه السياسيه وللنخب بشكل عام وللسيستم كما وصفته انت مش نرجعوا نحكيوا على بقيه الرسائل وقراءتك في هذه النتائج وخاصه رؤيتك اليوم كيفاش نجموا ننهضوا بتونس لانه الناس كل اليوم تفتي وتشخص ولكن على مستوى المقترحات وحتى حكينا في الكواليس قلت اللي يهمني انا واني نعطي افكار لبلادي هذاك اللي يهمني هذا هو اللي نحبوا نحكيوا فيه بعد قليل مع كلفة الحامدي الخبيره في اداره المشاريع الكبرى فاصل وراجعين ريستي برانشي سور ديوان افام. Vous voulez changer de voiture ? C'est le moment ou jamais. C'est le mois Sangyang. En octobre, visitez notre showroom Sangyang et profitez d'avantages clients ou de remises exceptionnelles allant jusqu'à 10 000 dinars. Vous avez bien entendu, 10 000 dinars. Offre valable durant tout le mois d'octobre et dans la limite du stock disponible. Alors faites vite. تحبوا تعرفوا شنو صار وشنية آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية رياضة ثقافة سياسة واقتصاد وحوال البلاد ملا تبوا الفلاش نيوز والفلاش سبور على رأس كل ساعة وعلى طول النهار من 7 متاع الصباح ل 8 متاع الليل على ديوان فام ديوان فام صوتكم هنا تونس هنا تونس مستمعي ديوان فهم رجعنا لكم من جديد مازلنا مواصلين حوارنا مع ضيفتنا في الاستوديو الخبيرة في إدارة المشاريع الكبرى المهندسة والمستثمرة الشابة التونسية المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية ألفة الحامدي مرحبا بك من جديد ذكر المستمعين والمستمعات كالعادة بوسائل التواصل والتفاعل صفحة الفيسبوك ديوان فهم لتجمو تخليوا فيها كل التفاعلات والأراء والمقترحات إذا تجمو تتابعونا في المباشر بالصوت والصورة عبر ستريمينج لايف على صفحة الفيسبوك ديوان فهم كما تجمو تتابعونا زاد على السيت ويب ديوان فهم .net اللي تقعوا فيه آخر الأخبار وجميع تسجيلات برامجنا قبل الفاصل ألفة الحامدي قلت وأنه فما رسائل إيجابية لابد وأنه نستشرفوها لابد وأنه نفهموها أرسلها الشعب التونسي من خلال صناديق الاقتراع فمش ما أحلى وأكثر تحضر وأنه الشعب يعبر بشكل ديمقراطي عبر صناديق الاقتراع حكيت على ثقافة النتائج حكيت أيضا على الوضع الاقتصادي واليوم وأنه المعيشة أصبح عندها
تأثير ماذا عن بقية الرسائل خاصة في علاقة بالنخبة السياسية؟ قبل قلت لي أنت لعبت كل شخص، أنا قاعد نقول لك التشخيص مش قاعد صاير في تونس اليوم. هاوش قاعد صاير اليوم في تونس؟ اليوم في تونس كاين إنسان عنده سخانة، دكار يخت في الاسبيجيك باش طايح في السخانة ومش قاعد يشوف شنية العلة. حتى الحلول تقترح نسمع معناها ديما نتبع معناها تلقاها من منظور معناها ياسر ليميتي. تلقاها مثال من منظور المالية نلعبوا على الدينار، من منظور الـ يعني الـ الميزانية، من منظور الـ يعني لي بالانس معناها. أما المرض بيدها، العلة بيدها، منش قاعدين نحكوا عليها. والله باش نحكي هنا على التجربة، يمكن هي حاجة من تجربتي اللي تنجم توصل مش معناه ان الانسان ما ينظرش للاعراض بركة، اما يدخل داخل. انا نخدمه في ادارة المشاريع الكبرى، عندنا اليوم مثل خدمت مع شركة عندها زوز مشاريع يتقاربوا من ناحية معناها زوز معاملهم، معامل نتاع شوكولاتة دكور. المعامل هذوما معناها واحد في اندونيسيا، معناها في اسيا، وواحد في امريكا، نفس الشركة وعندها نفس البيجي، نفس الميزانية للزوز معامل. كملناهم زوز معامل هذوما بنفس الميزانية، مع انه اليد العاملة في اندونيسيا تاع دولار وزوز دولارات الساعة، واليد العاملة في امريكا تاع 29 و30 وتوصل حتى ل 60 و70 دولار الساعة. كيفاش تفسرها هذه؟ سمحهم نفس المشروع ونفس الكاباسيتي ونفس الكبر متاعه، نعملوه في زوز قارات، واحد فيها الخدام يخلص فوق ال 100 دينار الساعة، والاخر فيها الخدام تاع 3 و4000 الساعة. شو الفرق؟ شفت راك نقول لك النمط الاقتصادي، راي العملية مش عملية استثمار برك. هاو نفسر لك انا شنو الاسباب. اولا انا كي نخدم في المعمل اللي حكيت لك عليه اللي هو في امريكا، باه شنو يصير الخدام اللي يخدم غاديكا على 8 سوايع خدمه، ايش يعطيني يا سي محمد؟ يعطيني 7.5 سوايع انتاجيه. والظروف العمل اللي هو يخدم فيها ظروف، اولا ياكل بالقداء، يتنقل بالقداء، انا بيدي معناها حتى ظروف العمل نتاعها في ظروف نتاع سلامه. انا اليوم عندي مقاولين عبيد تبني، نتعدى نشوف، نبدا نسوق ونشوف عمارات نتاع 300 و400 مليون البورتمان باش يتباع من بعد، تلقى الخدام في التروازيام كاتريام ايتاج مع 11:30 تاع الصباح، تلقى على كابيسام الصباح، حتى لي شافوداج تاع سيكوريتي مش موجود، كان يدوخ تا ويتيح. شوف انت وش يصير لي هو في اندونيسيا، نرجع لك معناها العامل في اندونيسيا يعطيني سويعتين على 8 سوايع في النهار، باش نوصل انا نكمل المشروع نتاعي اش نعمل؟ كي الخدام يعطيني كان ساعتين وما عنديش انتاجيه، باش نزيد عبيد ولا نولي معمل نبنيه 300 خدام في امريكا نبنيه ب 1200 في خدام في اندونيسيا؟ هذاك ياخذ اكثر وهذاك ياخذ اقل. الظروف تاع العمل نتاع هذا خير، الظروف تاع العمل نتاع هذاك اقل، يولي اوتوماتيكمون هذا عنده قيمه خير، يحس بكرامته اكثر، والاخر لا، الاخر يولي عدد مش شخص، يولي يد عامله مش انسان جاي يعمل. شنو الفرق ما بين الزوز هذوما؟ هو فرق نتاع المسؤول، المسؤوليه، القياده، الكادر. راهو اليوم اون با بزوان برشا عباد تحكي يقول لك كفاءات، انا نحترم الكفاءات، وراهو نحب نذكر التوانسه في نهايه المطاف راهو جربناهم الكفاءات، ذكر حكومه التكنوكرات معناها كفاءات هي ما جابتش نتيجه. المشكل وين والفرحان المشكل اليوم؟ المشكل في الاداره، في المانجمنت، في المانجمنت، في العقل السياسي، في العقل، في التفكير، في التفكير، في العقليه، وفي الاداره، في الاداره. اليوم والله معناها ساعات نخدم على مشاريع، عندي زوج مشاريع يتقربوا، داير منهم واحد ميزانيتها تفوق ميزانيه تونس، خاطر احنا ديما نقولوا تونس مشروع كبير وصعيب ومعطل، سي با فري، فما مشاريع ميزانيتها تفوق ميزانيه تونس، يجوا في بلاصه من البلايص تاع العالم يبدلوا الخارطه الجيوسياسيه اترافير مشروع مش اترافير الدوله. شنو معناها من الاساسيات نتاع نجاح المشروع؟ شنو نلقى عندي زوز مشاريع فيهم الخبراء في الزوز، تلقى عندك الـ يعني المهندسين، المحامين، المحاسبين، ومشروع ينجح ومشروع ما ينجحش. الفرق هو شكون الشيف تاع البروجي، الشيف. انا سمعت نهارين معناها برشا عباد يقولوا معناها مش مهم شكون يشد الدولة، مش مهم شكون يشد رئاسة الحكومة، مش مهم شكون يشد رئاسة المؤسسات، المهم في الفريق، في الليكيب، نلموا الخبراء. لا مش صحيح، تونس مش ناقصتها كفاءات، فما أزمة قيادة في البلاد، فما أزمة قيادة كبيرة زاد.
ليدر سكون ابل يعني يعني ريلي ليدرشيب كرايسيس. ولهنا معناها اش معناها هي ازمه قياده؟ قال صديقنا النائب الليدرشيب الليدرشيب دايره الواحد يعني يعني الاسبي نتاع القياده علاش هو ما يتولدش بيه راه من ناحيه التجربه. انا نقول لك مثال عبد ما عملش عمره ما عمل مانجمون تاع بيجي يجي يلقى روحه في بوزيسيون يتعامل بارقام خياليه بالنسبه لي هو راه سي با ايفيدون. راه تبقى شنو هي لا كيستيون هي لهنا شنو نجمو نبدلو خاطر فينا ثلاثه مانيش باش نجيبو حنايا معناها كيما بلدان اخرى معناها مش باش نجيبو قره يشدون البلاد ولا عباد عندها تجارب معناها معناها ولا رؤساء دول بلدان اخرى باش يجيبوها تشدنا تونس نو سي با الكا. كيما زاد ما نحبوش القياده نتاعنا كي جاها ريكومونداسيون من الدول المتقدمه تاخذها وانا مغمضه. لازمنا سكون ابل عقل كريتيك نقدي نقدي. يعني انا اليوم انت ممكن تمشي للطبيب ساعات يعطيك دياغنوستيك ما يعجبكش تقول خلينا ناخذ راي اخر كيف كيف. راه احنا اليوم اقتصاديا انا وسبق معناها سبق وذكرت في معناها برنامج سابق حكيت على هجره الادمغه اللي معناها تمسني شخصيا اللي هي ظاهره اليوم اللي هي ظاهره اللي هي كان نهبطوا للشارع نعملوا سونداج جزء كبير من شباب تونس وحتى ناس كبار في العمر يقول لك ماذا بيا نهجم البلاد. اي اي والله في تعريجا على كيستيون تاع الشباب بالذات كي نقول لك العقليه السياسيه شنو هي؟ احنا اليوم عندنا القاده السياسيين ينظروا للشباب على هم رهان المستقبل هكا ولا ديما نسمعها الشباب رهان المستقبل. راي البلدان المتقدمه الشباب مش الشباب مش رهان المستقبل، الشباب هو رهان الحاضر. الطفوله رهان المستقبل. الشباب هو اللونجان اللي يخدم الحاضر. ووظيفه العباد اللي عندهم بلوس ديكسبيريونس انهم ياثروا الشباب هذوك. هو هيك شنو هي حتى الكريز اللي صايره في الاحزاب. التونسي واحد باش يوصل لمرتبه معينه لازم يكون عمره 50 ولا 60. ما عندوش الحق عمره 30 35. علاش انا خرجت من فرنسا ومشيت لامريكا راهو جوستومون خاطر في العقليه نتاع في العقليه نتاع المجتمع وثقافه العمل في امريكا ما ينظرلكش انت شنو عمرك ولا شنو لونك ولا كيفاش يعني شنو شكلك، ينظرلك انت شنو تنجم شنو هي نتائجك. نرجع لثقافه النتائج. شنو هي نتائجك سور لو تيران؟ اش عندك في السي في؟ اش عندك؟ انا نقول لك مثال اليوم جاي معناها احنا تاثرنا بالسيستم الفرنساوي هو اللي خلانا في الوضع هذا حسب رايي. يمكن يعني تاريخيا صحيح تاثر يمكن بالسيستم الفرنساوي، ما احنا عندنا بطبيعتنا عملنا ثقافتنا وحدها، خذينا شويه من الفرنسيس شويه من كذا، فما ثقافه كامله اللي لازمها تتبدل تو ولازمها تدخل في معناها في داير. بربي نرجع لك على نقطه الشباب. قلنا الشباب راه مش رهان المستقبل، داير هانا نشوفوا حنايا في الاحزاب داخل الاحزاب بيدها، لانه الديمقراطيه تبدا في الاحزاب راهي قبل ما تمشي للدوله. انت كحزب ماكش ديمقراطي من الداخل، ما تنجمش تقنعني اللي انت كيفاش تدخل الدوله باش تزيد تكرس الديمقراطيه، لا الديمقراطيه تبدا من الداخل. اليوم ازمه الشباب انه الشباب صحيح يمشي كيمشي يعلق الاكل في الحائط، معناها يعلق الاشهار ويخدم لك الحملات، هذا كمثال الشباب ونخدموه وكل شيء، اما كيفاش تطلع وتعطيه المسؤوليات لا. كي باش تعطيه فرصته بور اكزيرسي لا غادي هي غادي تتلو. وكونت اون باغل حنايا دو هذيا هجرة الأدمغة شو هي الدولة شنو هي؟ أي وطن عنده زوج ثروات. اثنين عنده ثروات بشرية وثروات الطبيعية. والله هو النمط الاقتصادي اللي عايشة في تونس اليوم فيه تفريط للزوز. راه وهي باش نفسر لك شنو هي خاطر مش باش ندخل معناها مش باش نقدمها خاطر اليوم صار طرح للموارد الطبيعيه اللي لازمنا نصلحوه. والله كي نقولوا هجره الادمغه نمشي معاك، نقول هذا يبقى ديما قرار شخصي والشخص وحده وحده يقرر انه يمشي يهاجر. ولو انه كان جات الدوله وكان جا عندنا الاطار وما تخرجش هجره الادمغه. انا وقت اللي خرجنا في 2006 و2007 و2005 ما خرجناش بعقليه نخرج وما نرجعش، ما كانتش عندنا هذايا ريسامون توا جديده هذايا نخرج نهرب. كانتش احنا طعنا خرجنا على اساس باش نروحوا. انا بيدي الوالد قرا في الخارج ورجع لتونس وعمل كارير في الاداره التونسيه معناها. اما في نفس الوقت نجي انا نعمل نمط اقتصادي وقرارات اقتصاديه خاصه في 8 سنين اللي فاتت، نجي نفرط في الثروه الطبيعيه متاعي بطريقه اللي تخليني نقضي على الطبقه الوسطى. كيفاش؟ انا ديما نحبك المقارنات معناها. ناخذ مثال، ناخذوا زوز قرى في تونس، زوز قرى معناها فلاحيه فيهم الزيتون. ناخذوا قريه فيها معصره تاخذك الزيتون تعصره وتصدره
وناخذوا قريه اخرى فيها الزيتون يتعصر يولي زيت، وسيستماتيكمون يمشي المعمل بحذاها نتاع تعليب، ويمشي المعمل صغير بحذاها نتاع صابون، ويمشي المعمل نتاع مثلك البرودوي كوزميتيك ما ولو بزيت زيتون وكل شيء. شنو هو الفرق ما بين زوز قرى هذوما من ناحيه النمط الاقتصادي؟ الفرق شنو؟ الفرق اني انا كنهار من نهارات، اولا ساعه انا في القريه الثانيه هذيا كي خلقتك المعامل هذيك اكوتي شنو يصير؟ ما يصير مع خدمات تولي اسيورونس وتولي خدمات نتاع بريد وتولي معناها تولي فما حياه دوره اقتصاديه اكثر من هكاك. العامل البسيط اللي هو مش باش يتقدم من ناحيه المدخول نتاعها، معناها ناخذ مثال سائق حافله ولا حجام، راهو اليوم معناها كيما يخدم اليوم كيما باش يخدم بعد ب 10 20 سنه، ولا مش باش يتطور هو في خدمته. انا هذاك كيفاش نطلع له في المدخول نتاعها؟ ما هو لازمني نحطه في اطار اللي العباد اللي دايره بيه الحرفاء نتاعها هم شهريهم قاعده تطلع، باش هو يولي يطلع في السوم نتاعها، يولي عنده مقدره شرائيه. فهمتني؟ جي انا ربي تحيه ليهم، خاصه سائقي سيارات الاجره لانهم برشا يتبعوا فينا. تحيه ليهم ابسوليمون. دونك لهنا انا شو يصير؟ والقريه الاولى اللي هي براتيكمون شنو هي؟ يا اخي انت باش تصدر حاجه اونفراك صبه معناها شنو؟ انا هو بابا خدم معناها في ديوان زيت لمده طويله ونعرف، تسحق تقريبا زوج ثلاثه خدامه، واحد يجيب كميونه ينزل على بوتون يهبطك الزيت يتعبى يهز يوصله للبورت وغادي يطلع. هاني دخلت لي العمله صعبه، اما اقتصاديا بدلت حاجه انا في البلاد؟ ما بدلت شيء. بيغ انكور ايماجين انت يصير يجينا جفاف مثال، وما عادش عندنا زيت، ما عادش عندنا زيتون. القريه الاولى هذيك شو يصير فيها؟ ما اليد العامله تصبح في البطاله، ما يتولي ما فماش ريفوني. القريه هذية اللي فيها المعامل وكذا شنو نعملوا لها؟ ما نمشي نشريه الزيتون من بلاد اخرى ونجيب ندخله غاديكا ونعمل التصنيع نتاعي والخدمات نتاعي تمشي وكل شيء نتاعي يمشي ونعاود نصدر معلب. رئيس هذه سياسه كامله. شنو هو اللي يصير هو اليوم؟ اليوم احنا ساعات طيب الخلل وين اليوم؟ اذا كان فما مشكل في السيستم والتونسي مساء صوت نهار 15 سبتمبر ضد السيستم هذايا ألفة الحامدي، وان كان البعض يقول لك هذا تصويت عقابي ماهوش تصويت على مشروع على رؤيه على برنامج. الخلل وين اليوم؟ تعرف علاش نسالك السؤال هذا؟ لانه فما ايضا البعض من النخب السياسيه والنخب الاكاديميه في تونس يقول لكم انتم الكفاءات اللي مقيمه لبرا عايشين في الخير لبرا، وترجعوا لتونس تنظروا علينا وتحبوا تسقطوا اشياء من الخارج على واقع تونسي صعيب يصير فيه. والله هو الكلام هذا فيه جزء من الصح. ها باش نقول لك علاش. نرجع لك القياده السياسيه في علاقه بالزوز قرى هذوما اللي وصفتهم لك. اليوم انا يجيني قائد سياسي ماهوش ياخذ لي روسيت لي ريكومونداسيون كي تجيه من اوروبا ومن امريكا ومن غيره ياخذها مسلمه، شو يصير؟ كي تجي هي اوروبا تقول له اسمع صدر لي زيت زيتونه، حل لي الاسواق نتاعك، هاو خرج الفراك، يفرح هو يمشي بالي يقول لك سي تري بيان، احنا اول مصدر لزيت زيتونه صبه في العالم. مي سوف شنو هو اللي صار؟ هو صار اني انا خرجت الثروه الطبيعيه نتاعي من غير ما عملت نمط اقتصادي. وشوف احنا يعني كي حكيت لك قلت لك ازمه قياده سياسيه، احنا الكفاءات نتاعنا كي نقروا حتى كي نقروا في الخارج ديما نقروا النمط الاقتصادي نتاع البلدان المتقدمه اللي هو قائم على فكره شنو؟ انا بلاد غنيه كيفاش نولي اغنى؟ احنا تونس النمط الاقتصادي اللي حشنا بيه هو كيفاش بلاد فقيره تخرج من الفقر. ريت اليوم تشوف انت في محل الطبقه الوسطى في المجتمع، حتى على المجتمع العالمي، راهو البلدان اللي هي في الطبقه الوسطى راهي ماشيه تضمحل، يا تطيح يا تطلع تو. المتوسط ما عادش موجود، راه يا باش تطيح يا باش تطلع. النمط احنا ديما ننسوا البلدان الاوروبيه راهي معناها وامريكا كل راهي كانت فقيره قبل وبعد ولت غنيه. مي سوف كو لي زوتي اللي خدموا بهم هما باش تخرجوا من الفقر الى الغنى مش هذوك هما اللي هما يجونا دي ريكومونداسيون. انت لاحظ نعطيك اكزومبل، تمشي تو لاي سوبر مارشي في تونس اللي توا تقريبا المواد اللي تباع الكل ولت نشوف في مواد اوروبيه تجي تباع داكور، تاخذ حاجه بسيطه معناها. علاش انت حسب رايك تو كيما بلدان كيما فرنسا وكيما امريكا يكون كل شيء؟ فما عندنا فكره غلطه نستخيلوا اللي هي بلدان هذيا قائمه اقتصاديا وقويه على الصناعات الثقيله كرهب وديفونس وكل شيء وشركات كبرى، مش صحيح راه هذاك جزء. اما هي كاقتصاد قوي وكبلدان قويه قائمه على ثلاثة حاجات سي محمد، هاو باش نقول لك شنو. أولا قائمة على الشركات الصغرى والمتوسطة، أكثر من 80% من الاقتصاد الأمريكي قائم على الشركات الصغرى والمتوسطة مش الشركات الكبرى. بي إم إي. شنو هي الشركات الصغرى والمتوسطة؟ مش كان بتاع التكنولوجيا والإنوفاسيون،
اللي يعلب اللي يصنع في في في, في اللي يعلب في دبوسة زيت، اللي يعمل في الصابون، اللي يعمل دبوزة مايونيز، اللي يعمل حكة مط، هذيك هما الفرنسا. هم علاش يقولوا لك صدروا لنا صدروا لنا المواد الخام جيبوهم لنا؟ علاش؟ على خاطر يحب النسيج الصناعي نتاعها ديما يخدم ويعاود يخرج لك يصدر. على خاطر انت الشعب نتاعك الكل مش العباد الكل راهي معناها باش تكون انوفاتريس وكل شيء، فما عباد تخدم في الطبقه الوسطى هذيك اللي اون دوا اسيوري اللي هي عندها مرتاحه وعندها دخل مادي وقاعده تقدم. النقطه الثانيه القائم عليها الاقتصاد يعني ليزيكونومي سوليد معناها يعني الاقتصاد القوي المتين المتين قائم انكور اون فوا. قلت لك على قلنا الشركات الصغرى متوسطه، قلنا هما فيش خير منا. وذكرك الاكزامبل اللي عطيتهولك نتاع المعمل اللي في امريكا مقارنه بالمعمل اللي في اندونيسيا، المانجمنت الاداره. انت تشوف شركه كيما امازون وبرشا توانسه يسمعوا بها، راهي ما تبيع حتى شيء امازون، هي هي بلاتفورم تسهل تربط تشبك تشبك تنظم نظمت التجاره. هم حتى في السياسه نتاعهم راهم قايمين على فكره التنظيم، قايمين على فكره انا كقائد سياسي ما يكفيش اني نفهم ولا ننظر، لازمني عمليا كي ندخل داير حتى في الشركات الكبرى معناها كيف كيف داير. لاحظ انت لي سي او الكبار ديما تلقاهم يخلصوا اكثر. علاش يا اخي؟ هو خاطره يفهم في التكنيك طياره، خاطره عنده القدره على الاداره وعلى التفعيل. والثالثه اللي هي النقطه هذيا داير جبدت هي تو في هي فكره تمكين الفرد. اش معناها تمكين الفرد؟ اللي هي توا نجم تفهم شكون يعبر عليها يقول لك عداله اجتماعيه وتنميه الجهات ولا ديما نقول لهم راهو قوه امريكا اللي كي تمشي نقطه نائيه في امريكا باش تلقى فيها المرافق الكل، تلقى فيها الانترنت قويه، تلقى فيها الضوء، تلقى فيها الماء، تلقى فيها البريد. دير لاحظ انت البريد مش مخصص في امريكا يا اخي، امريكا راسماليه بكلها، راسماليه الدعم في فلاحتها، والبريد قد ما يصير حلو هكا حلت فما شكون شركات بريد خاصه موجوده، اما يبقى ديما البريد مش مخصص. علاش؟ لانه فما اساسيات. خاطر البريد كي يولي خاص شنو كي تبدا بلاصه ما فيهاش برشا جوابات ماشين ولي ما عادش نازلها ديكولي مسكر. دروك لازمها تكون عموميه، لازم الدوله تكون موجوده لازم في تكون موجودة. في البلايص. علاش؟ علاش شنو الاساس لازم الدوله تكون موجوده؟ علاش؟ لانه فما عقليه كامله قائمه على انه الانتاج والانوفاسيون والابتكار ينجم يخرج من اي بلاصه. انا اليوم كي عندي الفيبر اوبتيك كان في الشرقيه وفي تونس العاصمه وفي كذا، معناه انت حكمت كدوله، حكمت اللي راهو الفكره الجايه اللي تنجم تبدل لنا في الاقتصاد نتاعنا ولا المشروع الكبير الجاي لازم يخرج من عبد ساكن في البلاصه هذيك. سيليكون فالي اللي هي توا معناها يعني مصدر التكنولوجيا دوت كوم ريفولوشن صارت فيها الكل، كانت ريف قبل يا 20 ريف أما ريف مش نقص الأولويات، نجم تخرج داير يعني الشباب اللي نحكوا عليهم الشباب، الشباب ينجم يكون في بلاصة معناها في جابس في قفصة في 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 في, في البرة، شنو مشكل معناها؟ يعني داير احنا ياسر نخموا بالصغيرة في بلادنا، فهمتني؟ نخموا بالصغير. أنا ساعات نسمع عباد يقول لك القروان منطقة داخلية وهي 50 كيلومتر من البحر، معناها سي تقول انت كيفاش منطقه داخليه معناها؟ تونس الكل شريط ساحلي كي تجي تغزر بال فما مشكل اليوم ايضا نلفى حامدي، هل من المعقول في 2019 اليوم باش تتنقل من تونس العاصمه لصفاقس تبقى اربع وخمس سوايع في التران؟ وهذا اذا كان لقيتوا تران وشوف شنو ظروف التران هذايا. نرجع لهنا تمكين الفرد، معناها انا انسان يسكن في صفاقس لازم قضيه باش يعملها في السلطه المركزيه في تونس ما عنديش نفس الحظوظ نتاع واحد ساكن في تونس. سي سا اون فيت، هيك هي العقليه. وداير هو راهو كنقولوا كيفاش 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 يصير في ميزانيه الدوله الامريكيه، كيفاش يصير انه يصير هالاستثمار في المناطق هذه اللي ساعات فما مناطق راهو التمثيل فيها زوج ثلاث عباد ساكنين، راه تلقى فيها ماشيه اكثر من العباد ساكنه في المناطق هذه، اما يوصل لها هلا ديفلوبمون كيفاش يوصلوا صوتهم هذوما؟ وانا سمعت برشا يحكوا نظام سياسي ونبدلوا الحكم محلي وكل شيء، هاو معناها هذه يعني حاجه تنجم معناها انا جو سي با سي جو لا بروبوز، هي موجوده شوي بدينا فاهم مي تنجم تكون باهي. نعطيك انا ليكزومبل نتاع 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 امريكا. في امريكا البيدجي فما ساعة زوز مجالس، فما البرلمان عبرانو بالكونغرس معناها وفما السنا. باهي لاحظ انت اللي البرلمان التمثيليه نتاعها مرتبط متوازي مع عدد سكان الجهه. كاليفورنيا فيها اكثر سكان من عشان ساوث كارولينا، تكون هي عندها أكثر ممثلين كيما برلماننا تقريبا. أما السنا لا،
سنا كل جهة يطلع منها زوز، يبداش فيها هي زوز سكان برك يطلع زوز هذوك. يعني من ناحية القرار كما كاليفورنيا اللي هي فاتت اقتصاد فرنسا معناها كولاية عندها نفس الوزن مع ولاية أخرى اللي معناها ما لا فيها عدد سكان لا فيها موارد طبيعية لا فيها بترول كالتكساس. يعني فماش تمييز جهوي. شي يصير وقتها؟ أنا اليوم سيبوزون عندي ميزانية، ميزانية الدولة فيها مثال باش تعمل استثمار متاع بنية تحتية، الميزانية ذي تتعدى على البرلمان وبعد لك تتعدى مثال على مجلس جهوي اللي فيه تساوي بين الجهات في التمثيلية، زوز من كل جهة، زوز من كل ولاية مثال، ولا واحد من كل ولاية. كان يتعدى هذا الاستثمار هذا يبدا مثال ظالم صفاقس مثال، ولا ظالم ولاية الجنوب، ولا ظالم الشمال خاطر بيجا ولا كذا، ولا ظالم شي يصير، يولي المجلس الثاني يقول لك لا عاود اعمل بالانس باش تعديه. شفت كيفاش معناها ندخلوا في الميكانيزم تاع الاكيليبر، علاش كان واضحه الفكره معناها هيكش معناها كي نقول خاطر ديما نسمع الجهات والجهات، انا خاطرني بنت قفصه معناها دونك يعني نعيش هو راهو الشعب التونسي كل جهوي في حد ذاته خاطر كلمه جهوي خايبه، ما هي كلنا من الجهات مي مش مزيه تولي هي هذيك اش معناها تمكين الفرد معناها يصير لكن تولي العقليه والعقياده السياسيه تخمم بالطريقه هذه سيستيماتيكمون يعني طيب ألفة حامدي الخبيرة في إدارة المشاريع الكبرى والمهندسة والمستثمرة المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، فما شكون يعيب عليكم أيضا الكفاءات المقيمة في الخارج وعليك أنت شخصيا يقولك مزيان برشا اللي تطرح فيه وكلام حلو وكلام معقول جدا يزمنا نفكروا فيه، وعلى الأقل أنت اليوم تعطي فينا في طرح جديد ما نش قاعدين نسمعوا فيه من قبل السياسيين من قبل النخب على الأقل المتصدر المشهد الإعلامي على وجه الخصوص. لكن يقول لك إذا كان أنتم اللي عايشين البرة تحبوا تونس بالحق، علاش ما ترجعوش وتحطوا يديكم في العجين؟ علاش تبقوا تنظروا فقط؟ علاش ما ترجعوش اليوم وتدخلوا المعترك السياسي وتساهموا من خلال الأفكار هذه في نهضة تونس؟ والله أنا الحق أولا نحب نشكر أي عبد بعث لي رغم بعد معناها بعبيد تدعي علي بالخير ويقولوا لي ربي يوفقك معناها سام بالحق يعني نحييهم الكل، وحتى اللي ما نجمتش نجي وبنقول له سامحوني معناها راني خاطرني نخدم زادة في نفس الوقت دونك ما تعرف واحد ما يخلطش، أما يعني بالحق ميرسي. وحتى لو اللوم هذاك انا اعتبره مشيت اخر مره عملت كونفرنس في لينيت مدرسه المهندسين تاعنا دونك برشا شباب معناها قالوا لي كيفاش وعلاش وعلاش بتعملش وعلاش اللوم هذاك انا ناخذه من باب الاستحباب معناها لانه انسان يقول لك ولدي انا من بها خاطر اون فان كونت واحد بلاده مش باش يمشي معناها لبلاد اخرى معناها باهي. بالنسبه للتوانسه في الخارج اون جينيرال او التوانسه الخارج كل مش كيف كيف معناها هما معناها جروب قرابه مليون تونسي خارج تونس معناها يمثلوا جميع الجهات راهو يمثلوا جميع شرائح المجتمع، لكن فيهم العديد من الكفاءات اللي تنجم تفيد البلاد اليوم خيره الادمغه التونسيه للاسف اليوم بعيده على البلاد ومانيش قاعدين نستغلوا فيها اليوم. ربما تونس تكون اهم من انه تستفيد دول اخرى منها. هذه أنكور إن فوا تبقى ديما الإرادة السياسية، ماني قلت لك شنو الإرادة السياسية. هو الواحد على المستوى الفردي أنا من الحق راني بطبيعتي ما نحبش نحكي على روحي ديما داير حتى كي باش نقدم روحي نبدا. علاش ما ترجعش لتونس أنت وتستقر في تونس تعمل مشاريع في تونس تفيد بلادك، وعلاش ما تدخلش للعمل السياسي، وعلاش ما تطرحش روحك اليوم كخيار سياسي ربما يكون عنده وزن وثقل في البلاد؟ والله سؤال باهي برشا هذا، علاش ما دخلتش العمل السياسي؟ باهي أنا أولا ساعات الواحد يخلط المستوى معين يولي كي يعمل حوايج وهو معناها بطبيعتك طريقة تربيته طريقة اللي خلط بها ديما على قناعات. أنا مدخلتش للأحزاب لأنه اليوم الأحزاب الموجودة في تونس تقريبا أغلبيتها مع استثناء يمكن أما أغلبيتها قائمة على أفكار مشاريع إيديولوجية فكرية تبع الهوية نمط اجتماعي كذا. أنا إنسان نجمو نعملو سياسة ما غير إيديولوجيا ما غير مرجعية فكرية، باش نقولك شنو الفرق. أنا من تكويني ومن التجربة متاعي اللي عملتها